إذا هي الحرية مطلب لا يزال يتردد على لسان الصغار والكبار في مخيم الركبان على الحدود السورية الأردنية بحضور وفد من الأمم المتحدة والهلال الأحمر السوري اللذان يجريان استبيانا بين أهالي المخيم حول وجهتهم في حال رحيلهم عنه أو قل ترحيلهم. نحن نتمنى أن الاهتمام هون بمخيم الركبان يعني كوننا عزل أو أنه يساعدونا ينقلونا مثلا على الشمال السوري أو إلى بعض الدول الأوروبية اللي نعيش. توافق شبه تام من أهالي المخيم على الخروج باتجاه الشمال السوري مؤكدين أنه قرار سبق وأعلنوا عنه مرارا وتكرارا، لكن الرد على هذا الاستبيان ونتيجته كانت بإعلان وزارة الدفاع الروسية افتتاح ممرين إنسانيين لكن باتجاه مناطق النظام. موقفنا كويس ورأينا به كويس وأهم شيء أنه يأخذونا على الشمال السوري من الوضع اللي إحنا اللي هون به، المهم شيء يمشونا على الشمال السوري. 60,000 مدني بعد الحصار والجوع والنقص في كل متطلبات الحياة يبدأ فصل جديد في مخيم الركبان عبر ادعاء وزارة الدفاع الروسية فتح ممرات إنسانية للمدنيين. ليبقى التساؤل عن مدى جدية هذا الادعاء ومصداقيته وماذا عن رغبة المدنيين في المخيم.